عندي كب كيك الفلافل السوري، نص كيلو من الحمص انا بنقعه من بالليل تاني يوم لانه بحط معاه نص معلقه من البيكربونات الصودا او البيكنج صودا، بغير الميه ممكن مرتين خلاص. بصله صغيره، فصين ثوم، بقدونس، عندي نعناع اخضر، عندي كمون، وعندي كزبره حب، وعندي ملح وفلفل، ومعلقه من كربونات الصوديوم. دي بتتحط قبل لو هنقلي، لو في حاله ان حضراتكم هتقلوا. وعندي ميه وعندي سمسم. في ناس يعني بتحب قوي انها تحط لها سمسم، في ناس يعني هي الطريقه اللي احنا عرفناها، في ناس بتعملها بالشكل ده. اللي عايز بقى ما يحطش سمسم، يحطها ساده، يحط عليها كزبره من على الوش، ماشي مفيش مشكله. طيب خلينا الاول نروح هناك عند الكب. احنا طبعا نقعين الفول هنا شويه، ناخد منه شويه، احنا مش عايزين نعمل كميه يعني كبيره قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ندى تعالوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، هما هناك ما بيعملوش خضار كتير، بيحطوا كمية خضرة مش زينا، حتى البقدونس شوية كده كبشة قد ملو الإيد، يعني مش بيعملوها بنسبة كبيرة من الخضرة زينا. بيحطوا كمان يعني نعناع جميل معاها قوي، وبعدين هنعمل لكم مفاجآت إن شاء الله برضو بالإيه، يا رب بس يكون ده اتنقع كويس. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. منقوع بقاله قد ايه ده يا محمد؟ بقول له منقوع بقاله قد ايه ده يا محمد؟ قال لي من امبارح. كنت لسه هقول لكم بقى معلومه، ان الحمص البلدي بياخد وقت في النقع اكتر من الحمص الايه؟ الصيني. حباته كمان بتبقى اصغر، بياخد وقت اطول، التاني ممكن يقعد ساعتين معانا ينفش على طول ويطلع وتلاقوه طري. بصوا ده انا ماسكاه حبته شويه ايه قاسيه سنه يعني قاسيه سيكه. بصوا هي بس مش زي التاني. طيب هناخد البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معانا ام اسلام. صباح الفل. صباح الهنا حبيبه قلبي. عامله ايه روح قلبي؟ اقول لك مني انا بقى كمان. حبيبتي عامله ايه روح قلبي؟ الحمد لله يا رب دايما. جميله طبعا، ولما تقليها كده ريحه سخنه ايه مش قادره اقول بقى. هو القلي ليه مذاق خاص، بس احنا النهارده مش عايزين نقليها بقى. طب هتعملي ايه؟ هنعمل مش عارفه، فكري كده وقولي لي رايك ايه. طيب انا على العموم انا بحبها محمره. يا خبر ابيض، انا حمرها مخصوص والله. ربنا يخليكي حبيبتي. تسلمي حبيبه قلبي. تسلمي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ربنا يخليكي وربنا يحسن ما بين ايدك يا رب. امين يا نور عينيا. عايزه اقول لك والله مدام ثريا كانت بتحاول امبارح كتير قوي تكلمك، مش عارفه توصل لك من يا حبيبه خالص. قلبي يا جماعه التليفونات احنا بس والله بيبقى غصب عننا، لكن مدام ثريا يعز علينا حاجه تكلميني من استراليا ومش عارفه توصلي لي. ومدام سميره برضو في كتير قوي والله بيحاولوا يكلموك. ان شاء الله ان شاء الله يتيسر الخطوط ويبقوا عارفين يوصلوا لي بكل سهوله باذن الله. ما هي ندى بتقول لي ان الخطوط صعبه قوي. دي حقيقه، لكن ان شاء الله يسعدني سماع صوتك. وتحيه لحضرتك يا مدام ثريا والمدام سميره. بجد والله كفايه ذوق حضرتك واهتمامك بسماع يعني صوتك في البرنامج. انت عارفه ان انت غاليه عندنا قوي قوي والله. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا ام اسلام والله. ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي. تسلمي. ما بين ايدك يا رب. امين يا رب امين. احنا وانت وسلامي لكل كرو البرنامج. هيوصل يا حبيبه قلبي، ما تحرمش منك ابدا ولا من اتصالك. شكرا ليك يا ام اسلام، نورتينا وشرفتينا حبيبتي، في حفظ الله. وبلغي سلامي لست امينه لو سمحتي، لست امينه بلغيها سلام. حطينا الثوم، هنحط كام واحده كزبره حب، حطيت الكمون، حطينا شويه فلفل في النص كده. يا سلام لو محمصه بقى، عارفين الحاجات اللي الواحد بيعملها بمزاج كده على الهادي. ناخد شويه بقى ملح، انا حطيت فلفل. كده كفايه وندوق ونشوف الدنيا فيها ايه معانا برضو. بسم الله.
بس اقلب الريحه تجنن. ما شاء الله، ده كفايه كده على النعناع بس وشويه حاجات بسيطه، احنا ما حطيناش كل الخضره زي بتاعتنا، بس بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى انا ليه حطيت شويه ميه سخنه، لانه النوعيه دي من الحمص ناشف. شوفوا على حسب بقى كل واحد جاب منين، ناشف وصغيره ومش راضيه تطرى، على الرغم انها بقى لها ليله اهو 24 ساعه، الا انه ممكن ياخد اكتر من ليله، يعني الحمص ده ياخد اكتر من ليله. فنخلي بالنا بقى في اختيار انواع الحمص عشان نبقى ايه على ميه بيضاء للبنوتات اللي لسه بتبدا تعمل. انا اديتها شويه ميه اديله قوام يبقى زي المعجون عشان يمسك معايا. ماشي بسم الله. معانا براء، اول مره اسمع الاسم ده، اهلا بيكي يا براء واهلا بيكي وباهل انا، اتفضلي حبيبتي. اهلا بيكي يا كيفة عظيمه، انا بحبك جدا والله يا حبيبه قلبي، احبك الذي احببتني فيه يا رب. وايه الاسم الجميل ده؟ بسم الله ما شاء الله، عاشت الاسامي بنتي الجميله والله. الله يسعدك حبيبتي، اسم جميل ما شاء الله حقيقي بجد والله. قولي لي حبيبة قلبي. أنا بحبك جدا وبحب برنامجك وطبيخك بصراحة، أنا يعني سنة أولى مطبخ وبتفرج عليك على طول. حبيبتي ربنا يبارك في عمرك يا رب، أسعدتيني وشرف ليا متابعتك والله. تسلمي لي حبيبة قلبي، لو ليكي أي طلب أموري حبيبتي. ربنا والله إني أكلمك وأتواصل معاك. يا حبيبتي شرف ليا، تسلمي لي وسعيدة بسماع صوتك. اتفضلي. معلش طلب. الله يخليك يا رب. أموري. كيف أنا معلش أنا بس مني طلب بسيط بس واحد. اتفضلي. عاوزه مكونات الزبده. من عيني، عايزه مكونات انهي زبده؟ اللي هي الزبده حضرتك انت قبل كده عملتيها باللبن الطازه، لبن البقري. حاضر فهمت، الزبده البلدي. الزبده الجاموسي يعني. حاضر. أيوة من عينيا، من عندي ومن عندي. أيوة. حاضر حاضر يا حبيبه قلبي. شكرا ليكي حبيبتي، نورتيني وشرفتيني، تحيه. ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يجي منصور ان شاء الله بكاس العالم، واحنا طبعا مش عاوزين غير بس الكاس، اقل من كده مش عاوزين، اكتر من كده، وان شاء الله يبقى منصور ان شاء الله. حياتي ربنا يفرح قلوبكم جميعا يا رب العالمين. شكرا لحضرتك ولمداخلتك والله، اسعدتيني حبيبتي واسمك الجميل ما شاء الله. انا بقلب بس من فوق لتحت اهو، خلاص انا بقى بما اني هسويها فيه. لا هو مظبوط عشان بس كله ياخد من بعضه، لا هو كده، وبعدين ابقى اصفيه. انا هنعمها والشويه اللي انا زودتهم دول اقدر اصفيهم بكل سهوله وارجع القوام كما كان. واحنا عملنا قبل كده لو حضراتكم تتذكروا الطعميه بتاعه الخلاط، الناس اللي ما عندهاش مفرمه والناس اللي ما عندهاش كبه وتقدر عندها خلاط بس، تقدر تعمل الطعميه خليط ناعم كريمي زي بالظبط اللي بنجيبه من عند الراجل في الخلاط، ولكن هنحتاج بس شويه ان احنا نصفيها في حاجه قطن او فوطه قطن او دبلان زي اللي بنعمل فيه الجبنه القريش بس، وتطلع ناعمه وجميله. وعملناها مع حضراتكم عشان يبقى الموضوع بسيط وسهل. السمسم الابيض يا محمد.
اهو مش عايزاه، بس باقي شويه صغيرين اهم. بصوا خليط من تحت ناعم هنجيبه، ريحته طبعا حلو، نعناع رائع. معانا مدام غاده، اهلا وسهلا مدام غاده. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. ازاي حضرتك يا شيف؟ الحمد لله، ربنا يخليكي، تسلمي. تسلمي حضرتك على كل اللي بتعمليه. الله يسلمك حبيبتي من كل شر يا رب. ميرسي، ربنا يخليكي. انا ممكن ابعت رساله عن طريق حضرتك لام اسلام؟ اتفضلي حبيبتي. هي ام اسلام، انا حبيبتي اختي وانا رقمها ضايع من عندي، فيا ريت يوصلها رساله عن طريق حضرتك. اتفضلي. ماشي، نفسي اكلمها ووحشاني خالص والله. يا حبيبتي ربنا يبارك في عمرك، يا رب تكون سامعاكي دلوقتي. حاضر من عيني. شكرا ليكي يا مدام غاده، والله شكرا لمحبه حضرتك اولا قبل اي شيء. شكرا ليكي يا فندم، شرفتينا ونورتينا. يا رب يا ام اسلام تكوني سمعتي مدام غاده ورسالتها. بصوا بقى، انا هبدا اخد بقيه الشويه دول. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هصفي الخليط ده شويه هنا، شويه الميه اللي احنا زودناهم يعني عشان نخلط بيهم الخليط ما يبقاش فيه اي سوائل، وممكن اديله خلطه كمان، خلطه كمان. بس انا بصوا بقى، عشان هعملها في قوالب الكب كيك عايزاها يبقى ليها قوام، احنا النهارده عاملينها بشكل مختلف اهي. بصوا شايفين شوية المية اهم، نفس ما عملنا بالظبط في الخاصة بالخلاط. انا عندي هنا قوالب الكب كيكس، سواء عندي الورق ماشي، ما عنديش الورق هدهن بالزيت عادي جدا كده هنا، بس لازم ادهنها كويس. وتحت هنحط شوية سمسم، الحمد لله بفضل الله لقينا السمسم اللي كان تايه مننا، كان هربان معرفش كان رايح فين. هنحط سمسم ابيض، ليه ابيض؟ عشان لو حطيت المحمص هيتحرق قوي في الفرن، وخصوصا هو واخد القاعده من تحت وانا عايزاه ياخد التحميصه الحلوه. خلاص انا هشيل بقى باقي الورقات دول واخلي واحد كده واحد كده. خلاص اهو، ومن فوق كويس قوي. شكرا يا محمد. حط في باقي دول كمان شويه زيت عشان احنا ما حطيناش في دول اهو، حبه حلوين. بصوا كده هعمل كده، شايفين كده تحت، انا هسويها بقى وبعدين تتقلب. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. بصوا انا عملت القالب، حطيت تحت السمسم يعني زيت وسمسم ني، وبعدين هناخد بقى ايه الخليط ده. تقدروا تنعموه لو عايزين في الخلاط عادي جدا، بس احنا هنا ايه هناكله في الخرفشه دي، بس عادي اللي عنده بقى عايز يضربه في الخلاط مفيش مشكله. احنا عملنا شويه على فكره وهنحطهم برده في القالب التاني. ده كده احنا عرفنا ان الحمص يفضل الحمص الايه اللي مش بلدي، وخلوا بالكم هو سايزات يعني كل مقاسات الحمص ليه مقاسات كمان. الحمص ده مفيد جدا على فكره جدا، يعني عايزه اقول لكم مليان اوميجا 3، مفيد جدا لتصلب الشرايين اصلا، وكويس جدا للجهاز الهضمي. عايزه اقول لكم كمان حلو للعظم، بيعزز صحه العظم لانه فيه نسبه حديد عاليه جدا وكالسيوم. بصوا اللي عايز يضيف بقى، يعني احنا طبعا في المصري بتاعتنا بنحط بيضه، بنحط بيضتين على حسب ما احنا عايزين. في السوري لا، ممكن نحط على الوش بقى شويه كزبره كده حب ماشي تمام، بيصفوا لي بس بتاعه الخلاط اللي احنا طحنا شويه في الخلاط ويجيبوها. هنحط شويه ايه في القالب التاني زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنرش من فوق رشه زيت. احنا حطينا تحت وهنحط فوق كمان. هنا كمان ريحتها روعه. احنا عندنا بنسميها طعاميه، يعني هي مصغر طعام، لكن الوحيدين في يعني اهل اسكندريه، تحيه لكل اهل اسكندريه الحقيقه،
هم الوحيدين اللي بيقولوا عليها فلافل، وبصراحة أحلى فلافل بناكلها هي اللي في اسكندرية الحقيقة يعني. فيها نسبة بروتين عالية جدا الفلافل دي. بصوا بقى أنا هاخد كده في طبق من الصغيرين دول، هحط شوية زيت أمسح بس كده. معانا تليفون من ساجد، أهلا وسهلا. ألو، صباح الخير يا شيف. صباح الخير، أهلا بحضرتك يا فندم. تمام الحمد لله، حضرتك منورة الشاشة والله يا فندم، منورة الشاشة النادي الأهلي. ربنا يبارك فيك يا فندم، شرف ليا والله، شكرا لحضرتك. معجب جدا بالكلام بتاع حضرتك والله يا فندم. الله يخليك يا فندم، كتر خيرك، تسلم لي، شكرا. طب حضرتك ليك أي طلب؟ وساجد ابني، انا اسمي معتز الهوادي، بس كان اسم ساجد ابني عشان بيحبك جدا، هو لسه 4 سنين. ما شاء الله، ربنا يبارك فيه. ما شاء الله، ربنا يبارك لحضرتك فيه يا فندم، يجعله السند ليك في الدنيا والاخره يا رب. البيتزا انا كمان ابني بيحبها جدا، وهم الاطفال في العمر ده فعلا بيتزا بالنسبه لهم يقدروا ياكلوا فيها كميات حلوه، عشان كده حط لهم فيها كل ما هو مفيد، ومش دايما نعملها بالدقيق الابيض بس، خلينا كمان نحط لهم الدقيق الاسمر ودقيق شوفان، عشان تبقى الموضوع يعني ايه، في برضو في فايده ليهم. ونحط بقى الحاجات الحلوه ازاي يعني، ازاي قولوا لي. طيب ما انا بعمل كده، حاضر 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 يا حبايب قلبي، خلوني بس ادخل دي بسم الله الفرن، وهدي كده، انا عايزاها ايه، حراره 180. بسم الله الرحمن الرحيم كده. وتعالوا بقى هنعمل وصفه لطيفه، عقبال ما يجيبوا بقى شويه الطعميه التانيين نحطهم في القالب التاني. شكرا يا محمد، ضربت دول وصفتهم، تسلم، حطهم لي بقى عندك على الكاونتر وانا هامله بيهم هنا. تعالوا نعمل وصفه حمص الشام في الشتاء بقى، محتاج ايه نتدفى. انا هعمله بما انه بقى حمص بلدي وهيطلع عينينا، فخلوه بقى يتسلق. طبعا هو الافضل ان احنا نجيب نسبه الحمص ما يكونش اللي بياخد وقت كتير على الغاز، لانه الناس اللي عندها الغاز بيفرق معاها، والناس اللي عندها انبوبه مش غاز هتفرق معاها ان تقعد عدد ساعات طويل قوي تعمل شويه حمص الشام الحقيقه. فعشان كده انا بقول لحضراتكم دايما الجاوا للحمص الصيني لو البلدي ان اعوه 3 ايام. الحمص البلدي محتاج اكتر من 24 ساعه، اهو احنا نقعناه 24 ساعه، بصوا لسه عامل زي البلي، عشان كده هو ما اتضربش بشكل حلو، لازم خلاط، عشان كده الخلاط اتضرب فيه ناعم خالص، زادت الميه وبعدين صفيناه اهو. واحط شويه خضره كمان وشويه سمسم ونظبطها في البايركسايه الثانيه. فدي نصيحه مهمه جدا اهو، ده واحط كمان شويه من السمسم، شويه كزبره حب،